تحلي كده وريني بتكتبيها ازاي. أحل اه يلا يا قلبي وريني بتكتبي ازاي الحاجات عشان اشوف بس انت ايه المشكله اللي انت مش فاهماها. وأنا مش فاهمة أكتب إزاي، طيب اكتبيه وريني بتعملي ايه. يعني مثلا أكتب، طب أكتب فين؟ معاكي القلم حلي. مثلا يعني أكتب كده، أكتب 20، بعدين تحتهم كده مس. ايوه حبيبتي كده. بس كده أكتب، يعني يا أكتب ملك هو يعني احنا بنجمع مين يا قلبي؟ هو احنا مش بنجمع اللي احنا ضربناهم، اللي احنا الناتج اللي جبناه هنا ده، مش أيوة يا احنا مس، بنجمع الناتج بتاع كلهم؟ أيوة طيب يا جميل، مش احنا خلاص اتفقنا ان ال 20 مره اتضربت في ال 90 ومره اتضربت في 3، يبقى هنا 20، أيوة 20 اتضربت في 90، قلنا هنكتب فوق 90، وقلنا لما ضربنا 90 في ال 20 نزلنا الصفرين، و9 في 2 ب 18، و3 في 4 ضربناها ب 12. احنا هنجمع مين بقى؟ هنجمع الناتج اللي جوه ده، هنجمع دول زائد بعض. يعني اجمع 1800 زائد 60 زائد 12 زائد 360. ايوه يا جميل ماشي، اكتبيهم بقى كده وريني هتجمعيهم ازاي. اكتب مثلا خلصت المسألة بتاعتي ومسألة رضا اللي هو مازن ورضا. يا كده. سلام، ملك يلا يا نعم. جميل عشان الوقت، يلا حبيبتي اكتبيها على الشاشة وريني تكتبيهم تحت بعض ازاي عشان اشوف كاتباهم تحت بعض صح ولا غلط. ماشي، اوكي. تمام لا غلط، 360 كاتباها غلط يا ملك. سلام. لا يا حبيبتي برضو كتبت 360 غلط، انا مش بقول لك بدليهم ولا لا، مش هتفرق، انت كتبت 360 الاول او ال 12 الاول، أمال أكتبها إزاي؟ انت كاتبه 360 غلط. الصفر في الاحادي كده تحت خانه الاحادي، السته في العشرات تحت العشرات، الثلاثه في المئات تحت المئات. أوكي تتشال، يعني أكتب الصفر تحت. أوكي يا رب، أنا بقى أكمل هنا بالستين. كتبت الصف تحت ولا أكتبه بقى في النص؟ ما اخترع درس جديد. ينفع تكتبي الصفر لوحده كتبت، والرقم الباقي لوحده يا ملك؟ ينفع يعني اكتب 3 لوحدها و6 لوحدها والصفر لوحدها. يا حبيبتي؟ ما ينفعش رقم 360 على بعضيه زي ما كتبتي 1800 على بعضيه، هينفع اجزء الرقم في كل واحد منهم في حته؟ طب ما انا كتبت قلت لي ما ينفعش غلط. 360 يا حبيبتي، 360 معناها الصفر هنا احاد، الستة عشرات، التلاتة مئات، أول خانة دي خانة الآحاد نكتب تحتها كل الآحاد، تاني خانة دي خانة العشرات يبقى كل العشرات تحت بعض، الخانة اللي بعديها مئات يبقى المئات تحت بعض، والألوف هو تحت بعض. لكن انت كنت كاتبالي الستة تحت الآحاد، لا هي الستة مش في الآحاد، هي الستة في العشرات، دي 360. اه عشان
ماشي يلا يا عمور ونجمعهم بقى خلاص، اهم حاجة خطوة الكتاب. يلا يا جميل، اهم حاجة فهمت يا ملك ولا لا؟ هو ايوه لو ما فهمتيش لما نعيد تاني. لا ولا لما احل هعرف فهمت ولا لا. يلا يا عمار. بس انا حليت المسألة بتاعت مازن ورضا. الاثنين ايوه حليت مازن ولمياء ورضا. مازن ورضا ما حليتش لمياء ليه؟ عشان عشان هو بنت، عنصري. عشان عنصري عنصري؟ بنت بقى اللي تحلها. ايه الكلام الكبير اللي انت بتقوله ده؟ انا ماليش دعوة بيه، هو اللي بيقول انا ماليش دعوة. ماشي ماشي، مفيش حاجة اسمها عنصري، كلنا ربنا خلقنا. حرام اصلا عنصري. اوكي مس يلا قلتها. يلا يا عشرة عمار. وتسعين انزل الصفرين، واربعة في واحد باربعة تبقى 400، واربعة ونفس الموضوع مع اللي جنبي، واربعة في اربعين انزل الصفر، واربعة في اربعة بستاشر، نفس الموضوع مع اللي جنبي والصفر، وعشرة في ثلاثة بتلاتين، واربعة فتلاتة باتناشر. ماشي كتبت جمعتهم بقى ولا لا؟ 400 زائد 116 زائد 100 زائد 30. ايوه جمعته. زائد كتبت 400 زائد 400 زائد 160 زائد 160 زائد 30. الناتج طلع لي 1520. صح. ثواني، مش 1520، لا غلط. بس انزل الاصفار كلها، والستة زائد ستة اتناشر، اتنين ومعايا واحد، واحد على اربعة خمسة، خمسة اربعة يا ابني نزلت الاسفار كلها ازاي؟ من الصفر زائد اتنين اتنين. يا مس. اجمع صفر زائد صفر اتنين، صفر زائد اتنين يا اتنين. مس انا نسيت اكتب ال 12 اصلا. انا برضو بقول في ايه. يا حلاوتي. اوكي حلاها مع حضرتك. يلا اللي نسبة التمانية هنا. اوكي انا الأولى جمعت هتبقى 400 و400 على طول 800، بدل ما اقعد اكتب ال 400 مرتين يعني. اوكي صفر زائد ستة، صفر زائد ستة وستة اتناشر، عشرة بتلاتة خمستاشر، خمستاشر واحد ستاشر، ستة معايا واحد، واحد على تمانية تسعة، تسعة واحد عشرة، عشرة عشرة واحد حداشر، يبقى 1162. 1100. يلا مين هيحل لمياء؟ مين بعد عمار؟ جوري. أنا التاني. أيوة بس اللي بعديها أنا متأكد منها اللي فيها رضا. يلا يا جوري. هنحط 7 في 8، هنحط 0 و8 في 7 و6 و56. ماشي يا يا زول، مس السؤال اللي فوق طلع اجابته ايه؟ مش فاكرة والله. طلعت كام يا شباب؟ 1100 وكام؟ 62. 1162. 1162. شيل. يلا يا جميل، يلا يا جول. 7 في 3 7 في 3 بواحد وعشرين. 21. 80 هننزل برضو الصفر، وهيبقى 56 برضو. تمام، 7 في 3 برضو بواحد وعشرين. 20 هنجمع 560 زائد 560 زائد 21 زائد 21. يلا. الستة والواحد 7 ومعاهم الواحد لا لا، تمانية. دي صفر صفر، دي صفر، معلش الصفر بتاعي كان شبه الستة، أنا آسف. واحد واحد اتنين، تمام. اتنين ستة وستة اتنين، 12
12 معانا واحد. 12 و2 12 14، 14 و2 16، 12 2 و2 4، 4 و6 10، 10 و6 16، 6 معايا الواحد. 6 شوفي 12 مش 11 ايه ده؟ 1200 بقى 1100 برضه 62 وانا طلعت برضه 1162. يلا يا بيسان واحد محوش فيهم نعم. رضا. يلا هاتي رضا. 10 في 80 10 80 100 800، نزل الصفرين وتمانية في واحد بتمانية. 10 في 3 30 30. الأربعة في 80 هنصل الصفر والثمانية في الأربعة في 8 32 تمام. وأربعة في ثلاثة الأربعة في باتناشر. 3. يا مستر هما اللي بيوصفهم في الإجابات، أنا ما سمعتش الإجابة. يا قلبي هي بتضرب كل الحكاية، نزلت قالت 10 في 8 نزل في 80، نزلنا الصفرين و8 في 1 ب 8 يبقى 800. 10 في 3 ب 30. هي بيسان صوتها هادي، وهي بيسان اصلا صوتها رقيق كده وصغنونه مش اكتر يعني. 4 في 80 علي صوتك شويه، هي بيسان نزل الصفر، و4 في 8 ب 32. لا انا مش قصدي على 4 السؤال ده، انا قصدي على السؤال، انا قصدي على السؤال بتاع الرمياء اللي يفهم، في حد بيحله. جوري برضه، هي برضه جوري، انتوا كلكم بسكوتات كده بنتيت فصوتكم هادي. معلش انا بقى عليك، انا صوتي، انا صوتي عادي. طب يبقى قولي لي 800 الإجابة، قولي لي الإجابة. ماشي. 800 زائد 320 زائد 30 زائد 12. يلا يا لا بيسان وحاولي تعلي صوتك تاني. الإجابة بتاع الإجابة بتاع صوت بتاعت طلع يا حبيبتي دول. 1162 برضه، طلع 1162. يلا يا بيسان نجمع. الاثنين هتنزل، واتنين زائد تلاتة خمسة، خمسة واحد ستة، وتمانية زائد تلاتة 11، برضو 1162. طب أنا أفهم إيه بقى من ده كله؟ أنا عايزاكم كده تبصوا وتقولي لي فهمتوا إيه؟ إن كل واحد منهم رضا ولمياء ومازن ضربوا بطريقة مختلفة، بس سواء ضرب هو نفس الرقم 83 في 14 طلع برضو الناتج 1162، الناتج واحد، يبقى الثلاثة ضاربين صح. مش طيب ازاي 1162؟ هو ايه اللي ازاي 1162؟ الناتج طلع 1162 لكل واحد منهم. لكن اخر واحدة رضا ازاي؟ يا حبيبي ما احنا قلنا جمعنا 10 تاني، حلها تاني، نركز بقى عشان كده يا جماعة نفتح الكاميرا. يا مسمى انا والله مركز. لا انا عايزه ازاي الكل يفتح الكاميرا، معلش يا مسمى تفتح كاميرتين معايا؟ الحصة خلصت. عادي، وبعد كده مش هندخل الحصه غير الناس فاتحه الكاميرا. يا شباب الكلام للكل، اللي مش عايز يفتح الكاميرا يبعت رساله ويقول مش هيفتحها ليه. عملنا ايه؟ ضربنا ال 100 في ال 100، ال 10 في ال 80 ب 800، ضربنا ال10 في ال3 ب 30، ضربنا ال4 في ال80 ب 4 في 8 ب 32، و4 في 3 ب 12. كتبنا 800 زائد 320 زائد 30 زائد 12، 0 زائد 0 زائد 0 زائد 2 هي ال2، 2 و3 5، 5 و1 6، و8 زائد 3 11. عرفتي جت منين ال 1162؟ لاحظنا ايه بقى؟ كل واحد ضرب بطريقه مختلفه، هو نفس الرقم ال 80، اول واحد مازن ال 80 قسمها خلاها 40 و40 وساب الثلاثه زي ما هي. لمياء خلت ال 80 زي ما هي ما قسمتهاش، والثلاثه خليتها زي ما هي، راحت مقسمه لي ال 14 بدل ما تكتبها 10 و4 راحت قسمتها خليتها 7 و7. رضا كتب ال 80 زي ما هي والثلاثه زي ما هي، وكتب ال 10 زي ما هي وال4 زي ما هي. ده عمل ايه الطريقه بتاعتنا؟ رضا هو اللي مشي بقى بالطريقه بتاعتنا، لكن لمياء قسمت هي ومازن. الصفحه اللي بعدها صفحه 100،
بس وقت الحصة خلص هنلحق نحل. لسه ما خلصش يا قلبي. يعتقد تسعة بدير ولا بدير، واحد اسمه بدير، ان ايه لما اضرب دول في بعض بيساوي 11700. حدد ما الصحيح وما الخطأ في إجابة بدير. أول حاجة، إيه اللي غلط في بدير؟ تعالوا نمشي واحدة واحدة. بس واضحة إن هو كاتب الستة اللي هي في الآحاد كاتبها في أيوة العقرب. ممتاز. الستة دي أحد المفروض تبقى بستة، وراح كتبها بكام؟ ستين. كتبها بستين. ينفع الستة في الأحد تبقى بستين يا ملك؟ لا يبقى هو ده خطأه. يبقى أول حددنا إيه خطأه، إن الستة أحاد وليست عشرات. يبقى قيمة الستة كام؟ يبقى قيمة الستة بستة مش بستين. يبقى هو ده الغلط اللي غلط فيه. نرجع بقى نحل المسألة من تاني بقى. هتحل له بقى، تضربهم تاني في بعض. يعني كل الحكاية نشيل صفر من هنا، نشيل الصفر ده، ونشيل الصفر ده. بس بعد ولسه عشرات دي ايه؟ قيمة الستة بستة. لمس يعني نعم. مثلا كان في أرقام كبيرة مثلا 3000 30، أكتبها فين؟ في نصها ولا ناحية ولا أكتبها في الجنب خالص؟ انت هتشيل بقى صفر، كل الحكايه انك هتشيل صفر، هنشيل صفار من هنا، فلما تشيل صفر هتشيل بقى الصفر ده، تشيل الصفر ده، الصفر ده. المسألة دي اه ده مثال، إذا جاب لي هنا المسار دي 30 ملهاش لازمه، واحنا قلنا 60 هتبقى قيمتها ب 6، يبقى 6 بس، يبقى 6 لما تضرب في 40 ب 240، يبقى نشيل الصفار دي ونجمعهم بقى جنب بعض. اكتب ال 8000 تحتيها ال 240، ما بقتش 2400، دي 240 بقى. تحتيها ال 1000، تحتيها يعني بتكلم. ال 30 بس. وجي صفر 3 و4 12 2، ومعانا 3 و4 سوري 7 2 تنزل، و8 و1 9، يبقى الإجابة تطلع 9270. يبقى الناتج الصح 9270. انا كتبت الاجابه وعملتش كل اللي انت عملتيه. ماشي يا معلم، يلا اللي بعديها. مين اللي عليه الدور يا شباب؟ انا يمس يلا. فيما يلي يا همس ثلاث طرق فكر فيها التلاميذ لإيجاد ناتج ضرب ال 33 في ال 26. واحد قال هيخلي ال 3 دي في العشرات فب 30 وال 3 أحاد ب 3، والاثنين في العشرات ب 20 وال 6 في الأحاد ب 6. التاني قال لا، أنا ال 30 دي هجزئها هخليها 10 و20، ما هي 10 زائد 20 30. تمام. قال لك بقى اكتب تعبير عدد لكل نموذج، ثم اختر واحد واحدا من نماذج مساحة المستطيل لإيجاد ناتج التعبير العددي. يعني ايه نكتب تعبير عددي؟ ها يعني عايز نكتب الحل كام في كام، اللي هي خاصية التوزيع، ها اللي هي 20 في 30 زائد أيوة 20 في 30 و20 في 3 ايه تاني؟ زائد 6 في 30 و6 في 3. طيب هو ما قاله، هي تعبير عدد يقصد بيها لو انا كتبت ده صح، بس هو مش عايز خاصية التوزيع. لا، الخاصية اللي انا بستخدمها ال 20 لما اضربها في ال 30، وانا 20 لما اضربها في 3، وال 6 في 30 وال 6 في 3، دي خاصية توزيع. اما هو عايز تعبير عدد، يعني احنا خلينا ال 3 33 دي، مش احنا خليناها 30 زائد 3 اه مش خلينا بس، فاحنا هنكتبها كده ضرب
ضرب مين؟ مش احنا خلينا 26 دي 20 زائد 6 ايوه بس، فنكتبها ضرب ال 20 زائد 6، هو ده التعبير العدد اللي هو عايزه. يبقى احنا تاني ايه التعبير العدد اللي هنكتبه؟ احنا خلينا 33 دي ايه؟ 30 زائد 3 ضرب، خلينا 26 دي ايه؟ 20 زائد 6. طب تعالي الناحية التانية كده، انت خليتي ال 33 كام زائد كام زائد كام؟ 20 20 زائد 10 زائد زائد 3 10 ممتازة. ضرب مين؟ ال 26 خليتيها كام زائد كام؟ 20 زائد ايه؟ زائد 6. هو ده التعبير العدد اللي هو عايزه. مش بعد كده أنا بقى بس. يقول يا حبيبتي احنا خلينا ال 33 دي 30 في العشرات و3 في الآحاد. اهم 30 مش 30 زائد 3، 33 بكتبها اهو، 30 زائد 3. بس انت ليه ما حلتش المربعات دي؟ لسه يا قلبي هنحلها والله ما خلصناش. هو انا قلت انا خلصت يا ملك، مستعجلها ليه؟ تاني ال 33 يا جميل، 30 زائد 3 و26، 20 زائد 6، هنا خليناها 20 زائد 10 زائد 3، بنجمع اللي فوق ضرب ال 20 زائد 6. هنا بقى هنجمع، لسه بقى هنكتب النواتج. 20 في 30 نزل الصفرين، و2 في 3 ب 6، 2 في 3 ب 6 ونزل الصفر، 3 في 6 ب 18، و3 في 6 ب 18. نفس الفكرة، نزل الصفرين وقول 2 في 2 ب 4، نزل الصفرين و2 في 1 ب 2، نزل الصفر و2 في 3 ب 6، نزل الصفر 2 في 6 ب 12، نزل الصفر 1 في 6 ب 6، و3 في 6 ب 18. اكتبوهم بقى تحت بعض عشان تجمعوهم، هيطلع الناتج ده هو هو نفس الناتج ده. تعالى نجمع ال 600 زائد ال 60 زائد ال 180 زائد ال 18. 8 زائد 0 8، 8 و1 9، 9 و6 15، 5 ومعانا الواحد، 1 و6 7، 7 و1 8، يبقى الناتج هيطلع كام؟ 858. بس مفهومة يا ملك ولا لسه حبيبتي؟ فهمتيها؟ الحاجات اللي عليها دي مش مخليني شايفاها. يا قلبي ما انتي اضربي بقى من غير ما تشوفي، انتي مش لازم تعرفي، ما انتي عارفة ان احنا بنضرب العشرين في العشرين، فبننزل صفرين واثنين في اتنين باربعة، انتي محتاجة تشوفي، ما انتي المفروض خلاص بقى احنا طيب فهمنا بنحلها ازاي، مش محتاجة تبصي، مش محتاجة تنقلي، حلي لوحدك. انا حكيتهم كلهم الاولى بس مش عارفه. بس هو احنا لسه هنبدا بقى. احنا ضربنا يا ماما الصفر والصفر بينزلوا، واتنين في اتنين باربعة، نزلتهم بس 400، اتنين في اتنين باربعة، بعد نضرب بقى الاتنين في الاتنين. ده لسه كمان في واحدة تحت دي، خلت ده في تعبير عددي ثالث، ده 11 زائد 11 زائد 11، مضروب في مين؟ زائد احنا عشرة حلنا زائد احنا بس، انزل الصفر و11 في 1 ب 11، نزل الصفر 11 في 1 ب 11، نزل الصفر 11 في 1 ب 11، نزل الصفر و11 في 1 ب 11، نزل الصفر 11 في 1 ب 11، نزل الصفر 11 في 1 ب 11، 6 في 11 ب 66، 6 في 11 ب 66، 6 في 11 ب 66. بيقول لك اللي تحت بقى وجد حصل الضرب بثلاث طرق، انا عايزاكم تحلوها لي في الواجب بطريقه واحده، هي إيه؟ طريقه مساحه المستطيل وخلاص. ثانية بس يا مس كده. ثانية الواجب يا شباب هيبقى من الف لحد طاء، هنحلهم في الكشكول، في الكشكول من الف لطاء، كل ده طب هو ده صفحة هو 100 الواجب يا صح؟ مس، ده الواجب. اه هتحلهم خلاص لوحده، هنحلهم في الكشكول بخاصيه ايه؟ نرسم المستطيل ونضرب. ماشي ثانية. سؤال رقم 11 ده هنحله ازاي؟ عشان كنت بحل السؤال. سؤال رقم 11 اللي هو ايه؟ خلاص هنحل يا مس. لا خلصنا حبيبي، حلو 11 11 11 11 11
يا ماما بتضربي يا جميل، يا حبيبتي بتضربي، هنضرب العشرة في الحداشر يا ماما، نضرب ازاي العشرة في الحداشر؟ يعني بنعمل عشرة سكر واحد في حداشر بحداشر، والله بتنزلي الصفر وتضربي الواحد في حداشر. انا لما اضرب يا حبيبتي مش عارفة ليه الضرب مش عايز تضربيه. تاني، عندك اصفار بتنزل وعايزة تضربي ستة في واحد بستة وستة في واحد بستة، يعني ستة في حداشر ستة وستين بس، لكن دي حداشر، اي حداشر في عشر، نزلي الصفر هيتبقى لك واحد ضرب 11 ب 11. بعد رقم 110 برضك، ايه اللي جنبه 110 كلهم يا حبيبتي؟ ما هو نفس حاجة. هو ايوه 110 في صح، 6. 11 في 10. اه خلصنا يا شباب، خلصنا، تمام، واجب يلا صفحة سلام عليكم. 2. عليكم السلام. تقول ايه يا عمر؟ تقول ايه نيس. يا عمر؟ وعليكم السلام. عمر غادر وهو بيسأل، ما صدق مطلع.